يعني طبعا احنا بنعرف من البداية، من بداية التدخل الروسي هم اجوا بهدف دعم النظام وتحقيق حسم عسكري. صحيح انه الحسابات على ارض الواقع ما زبطت مع الروس مثل ما بدهم، لكن الى الان اذا صار لهم فرصة بانه يهاجموا ما تبقى من مناطق خارج سيطرة النظام ويعيدوها لسيطرة النظام من أجل الوصول إلى حل سياسي وفق المعايير أو وفق المقاسات الروسية، لن يوفروا ذلك. وطبعا في كل منطقة من مناطق خفض التصعيد سابقا والآن في المنطقة الشمالية كانت تستخدم التنظيمات الإرهابية كذريعة، ولا منطقة من المناطق والآن في إدلب تم فيها مهاجمة أو استهداف التنظيمات الإرهابية، يتم فيها استهداف المجموعات المدنية، البنى التحتية المدنية، المشافي، المدارس، المساجد، الأسواق، حتى المناطق التي التجأ إليها الناس النازحون يتم استهدافها، والاستهداف يتم بشكل مقصود وممنهج. يتم فيها استخدام المروحيات، الطيران الحربي، المدفعية الثقيلة، عدد الطلعات الجوية أو عدد القصف الجوي، عدد مرات القصف الجوي تقدر بالألاف، هي ضمن سياسة الأرض المحروقة المتبعة في مختلف المناطق. طبعا حتى اللحظة الكارثة التي نجمت عن التصعيد في إدلب أكبر من أن توصف، حوالي 375 ألف مهجر، قسم كبير من هؤلاء الآن ينزح للمرة الثانية أو للمرة الثالثة، قسم منهم وصل إلى الحدود السورية التركية، والقسم الأكبر موجود في المزارع أو في الحقول تحت أشجار الزيتون. ولك أن ترى الآن الجو وصعوبة يعني أن نشاهد مثل هذا العدد الكبير في العراء بدون مأوى، على الرغم من الجهود الكبيرة التي تبذل من قبل الأخوة الأتراك أو من قبل بعض المنظمات الدولية أو المنظمات المحلية. عدد الشهداء تجاوز 200، عدد الجرحى أكثر من 700، عدد المشافي الذي يستهدف بين مشافي ونقاط ومراكز طبية بحوالي 16 إلى 18، البارحة كان في استهداف لمستشفى، وعدد المدارس كذلك التي استهدفت حوالي 16، لذلك تم تعليق العمل التعليمي في أغلب المدارس السورية. السؤال لماذا هذا العمل التصعيدي الآن؟ قلنا أولا أنه لا تزال رغبة النظام وحلفاء النظام الميليشيات الإيرانية وروسيا لا تزال رغبتهم في فتح تصعيد عسكري جديد من أجل 1 الهروب من استحقاقات العملية السياسية، 2 من أجل الإمعان في استراتيجيتهم التي تعتمد على الحسم العسكري. وأنا شخصيا لا أستبعد أن وجود مفاوضات في شمال شرق سوريا حول منطقة آمنة يستحيل على النظام وحلفاء النظام أن يدخلوها، لم يكن هذا التطور يعني يريح النظام ومحور النظام أو لم يكن بالنسبة لهم مقبولا، فبالتالي هذا التصعيد العسكري هو بمثابة الضغط على الفصائل العسكرية من جهة، فصائل الجيش الحر، وعلى تركيا من جهة أخرى من أجل كل هذه المواضيع. وكما قلت الذريعة دائما موجودة، هيئة تحرير الشام وضرورة انسحابها من منطقة خفض التصعيد، في حين أنه الاستهداف هو أبعد ما يكون عن هيئة تحرير الشام أو أي مجموعة أو أي فرد إرهابي. هيئة المفاوضات ما لها دور مباشر باتفاقيات خفض التصعيد، لكن احنا عم نقوم بجهود تندرج ضمن 5 محاور. المحور الأول هو الجهود السياسية والدبلوماسية من أجل توليد ضغط على النظام وحلفاء النظام، خاصة روسيا، لأنه بدون روسيا لا يمكن يصير أي تقدم للنظام، من أجل وقف هذه الهجمة العسكرية الوحشية البربرية. 2، القضايا الإنسانية، لأنه في عندنا كم كبير من الناس الذين تم تهجيرهم، فنتواصل مع كل الجهات المعنية من أجل توفير مستلزمات الحياة الأساسية لكل هؤلاء. النقطة الثالثة هي النشاط الإعلامي ومحاولة تسليط الضوء على الجرائم التي ترتكب. النقطة الرابعة هي المسألة الحقوقية والتوثيقية فيما يتعلق بالانتهاكات وجرائم الحرب التي ترتكب وجرائم ضد الإنسانية التي ترتكب الآن في شمال سوريا. والنقطة الخامسة هو حث فصائل الجيش الحر المعتدلة، فصائل الجبهة الوطنية للتحرير، الجيش الوطني، أولا من أجل توحيد الكلمة وجمع الصف والمقاومة الحقة عن يعني أهلنا وعن أرضنا في هذه المناطق، والانعزال الكامل عن هيئة تحرير الشام، لأن احنا موقفنا موقف واضح، لا يمكن أن نقبل بالإرهاب يعني ضمن المشروع الديمقراطي المدني الذي خرجت من أجله الثورة السورية.
إضافة إلى ذلك، تركيا كدولة أساس و يعني موجودة في اتفاقية سوتشي التي أدت إلى تأسيس موضوع خفض التصعيد في إدلب، كذلك عليها مسؤولية كبيرة، ونحن على علمنا أنها تقوم بجهود خلال الفترة الماضية. كان في يعني كان في جهود كبيرة قامت بها تركيا مع الرئيس الروسي، مع وزارة الخارجية الروسية، مع وزارة الدفاع الروسية، من أجل الضغط لوقف هذه الهجمة العسكرية. قبل يومين كان في عنا كذلك يعني اجتماع مع مجموعة أصدقاء سوريا في جنيف، كذلك كان في حضور لدول كبيرة من الاتحاد الأوروبي، أمريكا، بريطانيا، المملكة العربية السعودية، الأردن، الأمم المتحدة. كذلك قدمنا فيها شرح تفصيلي عما يجري في إدلب وما هي الإجراءات المطلوبة من المجتمع الدولي من أجل وقف هذا التصعيد العسكري لما يحمل من خطورة إنسانية. لدينا 3.5 مليون إنسان بريء مدني موجودين في هذه المنطقة، فبالتالي راح تكون الفاجعة الإنسانية كبرى.